ولكن قبل أن ندخل في مواضيع حلقتنا لليوم، يمكن في الأمس خبر بصراحة أحزننا بشكل جدا كبير، صحيح. وانطفاء شمعة أحد أهم الإعلاميين في دولة الكويت، الإعلامي المخضرم عبيد العتيبي، ونترحم أكيد له ونغفر له، ويا ربنا يعني يكون في جنات الرحيم، لأنه توفى وهو في حالة مرضية جدا سيئة. احنا بصراحة كنا نتمنى ان احنا نسمع اخبار في تحسن لحالته، لكن اكيد هذا ما شاء القدر. صحيح، مر يمكن الفترة السابقة قبل وفاته يعني خلينا نقول ازمة صحية، عسى الله يرحمه ويغفر له يا رب. نعزي انفسنا والأسرة الإعلامية جمعة، وايضا اهله واحبائه على هذا الشخص اللي بالفعل يمكن مرت سنوات وكانت ذكرى جميلة، صحيح. خاصة الظهور الإعلامي اللي كان يقدمه من يعني قيمة إعلامية جميلة، عسى الله يرحمه ويغفر له يا رب في جنات النعيم. إذا عندنا تقرير نشوفه مع بعض ونرجع لكم تالي. الليلة بمسح دموع أهل الكويت كلهم، وببكي على رجل رحل عن عالمنا وفقدناه كلنا، وهو ابن الكويت البار الإعلامي عبيد العتيبي في ذمة الله. منو فينا ما يعرفك؟ منو فينا يجهلك من بداية مشوارك؟ كبر اسمك ولمع في سما الإعلام من زمان، قدرت ترسم بداياتك والقدر رسم نهاياتك، وقدرت بأسلوبك وابتسامتك البشوشة ترسم نجوميتك، ودايما كنت تترك بصمة في كل برامجك ما تركها غيرك من جيلك. شهرتك ما جت من فراغ، قدمت صباح الخير يا كويت مساء الخير يا كويت، مهن ومهنتي سالفة، ولكن دور النجوم بيتك الليلة مغنى وغيرهم الكثير، وبخلي المناصب اتكلم عن إنجازاتك. في الآونة الأخيرة تدهورت حالته الصحية ووقفت دقات قلبه، وقدر المرض إنه ينتصر فانتقل إلى جوار ربه وانقطع حبل الوصال، نام وارتاح، انتهت قصة كفاحك، قصة كفاح رجل من رجالات الكويت. اكتب يا تاريخ وسطر وسجل، الإعلامي عبيد العتيبي إلى جنات الخلد. عسى الله يرحمك يا عبيد العتيبي، وتستحق فعلا هذه الوقفة وهذا الذكرى والاستذكار.